بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع برونكاست. برونكاست حبوب لعلاج الحساسية. برونكاست دواء يستعمل لعلاج حساسية الصدر والربو، يحتوي على مادة مونتيلوكاست، هي مادة فعالة تساعد في حصر نشاط أي مواد تقوم بتنشيط البكتيريا في الجسم. برونكاست يعالج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي. وهنعرف أكتر عن برونكاست. أول حاجة، إيه هي مكونات برونكاست؟ يحتوي على المادة الفعالة مونتيلوكاست. دواء الاستعمال: رقم واحد، علاج حساسية الموسمية عند الأطفال والكبار. رقم اتنين، حماية الجسم من الإصابة بنوبات الربو عند الأطفال والكبار. رقم تلاتة، علاج حساسية الصدر المزمنة، ضيق القصبات الهوائية وضيق التنفس. رقم أربعة، علاج ضيق الشعب الهوائية والسعال بسبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد. رقم خمسة، علاج احتقان الحلق والتهاب الأنف التحسسي سواء المزمن أو الموسمي. رقم خمسة، التحسين من انقباض وانبساط عضلات القصب الهوائية. رقم ستة، يعتبر مضاد للبكتيريا اللي تصيب الجهاز التنفسي وتتسبب في حدوث انقباضات في القصب الهوائية. رقم سبعة، بعد ممارسة التمارين الرياضية للأطفال أكبر من 15 سنة لمنع الإصابة بالربو. طيب، إيه هي جرعة برونكاست 10؟ يتم مضغ الأقراص. أول حاجة، ده إن الأقراص بتتمضغ، ما تتبلعش على طول وليس بتلعها. الجرعة على حسب وصف الطبيب للحالة، حسب سن الحالة وحسب الحالة حرجة ولا حالة بسيطة. تناول قرصين في ساعتين على الأقل لمن يعانون من ضيق في التنفس قبل ممارسة التمارين الرياضية. تناول الدواء لعلاج الحساسية والربو يكون مع الطعام أو بدونه. يمكن إضافة الأقراص للحليب. يمكن إضافة الأقراص لعصير الفواكه للأطفال. ويمكن تناوله خلال ربع ساعة بعد إذابته في العصير. يقوم الطبيب بتحديد الجرعة حسب عمر المريض والحالة الصحية ومدى تفاقم الحالة عنده. الجرعة للشخص البالغ 10 ملي جرام في اليوم، للأطفال من 6 ل 4 عبارة عن 5 ملي جرام في اليوم. الجرعة للأطفال من سنتين لحد 5 سنين 4 ملي جرام في اليوم. السؤال الأول، هل برونكاست يسبب النعاس؟ طبعا يسبب هذا الدواء في النعاس بشكل كبير وعدم تركيز بشكل كبير وعدم اتزان. ليه؟ لان هو بيلعب على عمل ريلاكس للجسم كله. الاثار الجانبية: قد يشعر المريض باضطراب في الجهاز، عسر هضم، اسهال، افرط الحرارة الجسم، احمرار الجلد، ظهور طفح جلد، زيادة حموضة، غثيان، رغبة في التقيؤ، الم في البطن، انتفاخات، التهاب في المعدة. ده عند بعض الاشخاص. قد يتعرض الشخص ايضا لشعور بالخمول وحكة وضيق تنفس، تورم في الوجه والشفاه، شعور بالرغبة في النوم، التهاب في الحنجرة، التهاب في البلعوم، التهاب في العين، سيلان الانف، التهاب في الجيوب الانفية، اضطراب في الجهاز العضلي والعصبي، تشويش في الرؤية. كل دي حاجات اثار جانبية ممكن تحدث. ايه الاحتياطات وايه موانع استعمال برونكاست؟ رقم واحد، يمنع ابتلاع الاقراص. في اشخاص طبعا ماشي على مزاجها، الدكتور او النشر الداخلية بتقول ممنوع ابتلاع الاقراص ولكن تمضغها فهو بيبتلعها، يقول لك يا عم ماشي حالك، مش كله هينزل جوه البطن. طبعا ما ينفعش يعني ما ينفعش. يمنع ابتلاع الاقراص، بل يجب مضغها واذابتها في عصير او حليب عندما يتم تقديمها للاطفال. من لديهم ضيق فجائي في التنفس عليهم الامتناع عن تناول برونكاست. اللي بيجي لهم ضيق تنفس كده مرة واحدة بدون ما يكون لي سبب فجائي
فما يتناولوش، ممنوع عليهم تناول برونكاست. فحالة الحمل والرضاعة طبيعية يمنع استعماله. ليه؟ لأنه بيسبب أذى صحي جامد للجنين أو الرضيع من خلال انتقال المادة الفعالة إليهم. رقم 4، لا يجب قيادة السيارة أو العمل على الآلات عند تناول برونكاست. أيضا الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية تجاه المواد الفعالة الموجود في برونكاست يمنع عليهم تناول برونكاست. أيضا الأطفال أقل من 2 سنين يمنع عليهم تناول برونكاست. أيضا لابد من إخبار الطبيب بكافة الأدوية التي يتناولها المريض، لأن هناك طبعا أدوية تتعارض مع برونكاست. بالنسبة للأطفال يمكن استخدام برونكاست من بداية عمر 2 سنين وأكبر. إيه هو سعر برونكاست؟ سعر برونكاست 5 ملغرام، سعره في السعودية 80 ريال سعودي. واحد يقول لي طب سعره في مصر إيه؟ أنا أعرف حاليا سعره في السعودية 80 ريال سعودي، لكن في سعره في مصر مش عارف. برونكاست تركيز 10 ملغرام، سعره في المملكة العربية السعودية ب 72 ريال سعودي. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتوا تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.